اليوم حضرت لكم وصفة أنا متأكدة إنكم كتير حتحبوها، كتير كتير طيبة كالعادة وكتير سهلة. حنحضر سوا مع بعضنا أطيب وصفة English Pound Cake. هيدا الكيك عن جد صراحة من أطيب الكيكس اللي ممكن تحضروها، بيطلع هيك كتير كتير مويست وبتحسوا بنكهة الزبدة من جوا، وفيكن تقدموه مثل ما هو ساتا أو يا أما فيكن تزينوه مثل ما أنا زينته بشوية كريمة، حطيت عليه شوية فستق ومن هول الورود بيلبق لون. بس قبل ما نبلش بالوصفة ما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو وتعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب تدلكن على اطلاع بكل الفيديوز اللي انا بنزلها. حنبلش اول شي بخلط الزبدة مع السكر. اهم شي الزبدة لما بدنا نعوزها انه تكون بحرارة الغرفة، يعني بدها تكون زبدة طرية، ما لازم ابدا تكون الزبدة قاسية. اذا كانت الزبدة قاسية ما حتنخلط معكن منيح مع السكر وحتعذبكن كتير. حنرجع نضيف على الزبدة كوب من السكر. انا حكتب لكم كل المقادير بصندوق الوصف من تحت، وحنعوز هيدي البادل اتاتشمنت مشان نقدر نخلطهم مع بعضهم. ما حنعوز الويسك للزبدة والسكر لأنه هيدا الاتاتشمنت بيخلطهم أكتر. إذا أكيد ما عندكن إياه فيكن تعوزوا الويسك ما بيأثر. هلأ حنبلش بمرحلة الخلط. حنضلنا نخلط الزبدة والسكر مثل ما نكون شايفين، بدنا نضلنا عم نخلطهم لحتى يصير عنا الخليط كريمي. بين الفترة والفترة منوقف الماشين ومنصير منعوز السباتشولا تنزل الكميات اللي علقانة على الأطراف، مننزلها لتحت لنص الوعاء اللي عنا مشان نضمن انهم عم ينخلطوا كلياتهم مع بعضهم. سو هلا مثل ما نكون لاحظين انا بعمل هيدي الحركه بين الفتره والفتره مشان اضمن انه الزبده والسكر ينخلطوا كتير كتير منيح. منكمل هلا خلط، وبهالوقت نحن وعم نخلطهم حنجيب وعاء تاني وبدنا نحط فيه الكميه الطحين اللي نحن بدنا اياها مع البيكنج باودر. اهم شيء انه نخلط الطحين والبيكنج باودر مع بعضهم ومش انه نحطهم هيك بس لوحدهم. سو هلا انا ححط الطحين اللي نحن عم نعوزه، وفيكن انتو تعوزوا مثل ما انا بعوز دايما الاول بيربز فلاور. انا بعوزه لكل شيء صراحه، ان كان للخبز او يا اما للحلويات مثل الجاتو. حنرش رش من الملح، دايما الملح بيعدل كل النكهات مع بعضهم. وحنحط البيكنج باودر. مثل ما تلاحظوا هيدا الوصفة ما حتحتاج لكتير بيكنج باودر، بس لنص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نخلطهم كليتهم منيح مع بعضهم. وهلأ هوني بعد ما نخلط الزبدة والسكر كتير منيح حنبلش نضيف عليهم البيض يلي عنا. هلا اهم شي تعرفوه عن البيض انه البيض لازم كمان يكون بدرجة حرارة الغرفة. كل المكونات اللي نحن عم نعوزها لازم تكون تقريبا بنفس درجة الحرارة مشان ما يفرط معنا شي. طلعوا هلا كيف خليط الزبدة والسكر عنا، يعني بتحسوه مثل كأنه شبيه بالباتر كريم، يعني لو عملناه بالسكر الناعم كان طلع هو الباتر كريم فراستنج يلي نحن بنحشي فيها الجاتو ومنزين فيها الجاتو. هلا انا حبلش ضيف الزبدة قصدي البيض واحدة ورا واحدة، ومثل ما قلت لكم لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. ونحن وعم نخفق بنصير منضيفهم واحدة ورا واحدة. ودايما نصيحة انه حطوا البيض مثل ما انا عم بعمل بوعاء لحاله في حال كانت هيدي البيض منا منيحة مشان ما تخرب لكم الجاتو كله. وبعدين اكيد لما نحط البيض لازم نحط الفانيلا. هلا الحلو بهذا الكيك فيكم تنكهوه بالنكهة اللي انتم بدكم اياها، يعني بهالمرحلة فيكم تزيدوا عليه برش الليمون، برش الحامض، فيكم تزيدوا عليه شوية جوز الهند يلي بدكم اياه وتنكهوه. انا اكتفيت بالفانيلا. وبعدين حطيت كمية اللبن اللي لازم نحطها لهالجاتو. اللي ما عنده لبن في حوز الحليب مع شوي من الخل، بس هو دايما يفضل بهيدا الجاتو انه يكون عنا اللبن. هلأ بعد ما نكون خلطناهم مع بعضهم حتحسوا انه يا الله الخليط بطل منيح انتزع مع الكيك. ابدا، هلأ هيدا هو الصح. حنحط فوقهم الطحين والملح والبيكنج باودر اللي خلطناهم من قبل، حنحطهم كلياتهم فوق بعضهم. وبعد ما نحطهم حنرجع نخلطهم وحيصير عنا الخليط الجاتو متماسك وسوبر سوبر كريمي، يعني لدرجة انه انتو حتستحلوا تاكلوه مثل ما هو هيك. يعني انا صراحة لما اطلعت عليه لكم احلاه رائع جدا. اكيد كالعادة دايما نحن عم نخلط بدنا نعلي هيك نصير نشيل كل شي على الاطراف بالسباتشولا مثل ما نكون شايفين بالفيديو مشان نضمن انه ما في شي عنا ما انخلط مزبوط.
مزبوط، وبنرجع بنكمل خفق عليه لهيدا الخليط. طلعوا الخليط شو كريمي، يعني عن جد بتحسوا مثل كأنه عملنا فراستينج او كريمة قد منه هيك دنس، وصراحة كثير طيب مثل ما هو هيك. ما بعرف اذا انتم من الاشخاص اللي مثلي، انا بصير باكل من الكيك قبل ما احطه بقلب القالب. بهالوقت نحن عم نخلط، ما تنسوا تعملوا لي لايك لهالفيديو وتعملوا سبسكرايب لقناتي تدلكن عم تحضروا كل الوصفات اللي بنزلها، واكيد تابعوني على انستغرام وعلى التيك توك، حساباتي كلياتها باسم ستافي بيكس 1. سو نحن عنا هلا هون الخليط تقريبا خلصناه وصار جاهز، بنكون عم نحمي الفرن بهالوقت على درجه الحراره 180. اهم شيء بهالوصفه انه الفرن تبعنا يكون حامي منيح. بدنا نحط الجاتو بنص الفرن، حنحطه بنص الفرن وندور عليه الفرن بس من تحت. هلا اللي فرننا كهربا مثل فرني، انا بدور على الكيك اول شي بس من تحت، وباخر تقريبا 10 دقايق بدور من تحت ومن فوق وبدور عليهم المروحة، هيك بضمن انه الكيك يستوي تمام تمام من جوا، بيطلع رائع. القالب عندي انا دهنته بالزبدة، فيكن تدهنوه انتو بالزيت، فيكن تحطوا بقلب ورقة زبدة، ترشوا عليه طحين فوق الزبدة مثل ما انتو بتفضلوا، حتى فيكم تحطوا له طحينة، بس انا لانه هيدا الكيك عبارة عن زبدة حبيت اني حافظ على هالنكهة يلي فيه وادهن القالب بالزبدة. طلعوا الخليط شو حلو. هلأ حنحط الخليط بقلب القالب، وهيدا الخليط حياخد معنا بالقالب حوالي 40 لـ45 دقيقة. مثل ما قلت لكم فرن محمى قبل على درجة الحرارة 180، بينحط القالب بنص الفرن، مدورين الفرن بس من تحت. اذا حسيتوا انه بالاخير عبالكم تحطوا شوية عليه من فوق فيكم. طلعوا كيف بسهولة بيطلع على القالب من الكيك من القالب لانه دهنينه منيح بالزبدة، وصار عنا الانجليش باوند كيك جاهز. حقطعه هلا قدامكم، انا رشيت عليه شوية سكر ناعم مثل ما انكم شايفين، وقطعته قدامكم ليكم احلى القطعة من جوا، رائعة صراحة، من اطيب الكيكس اللي ممكن هيك تاخدوهم مع قطعة مع شوية كافي مع شاي، كتير 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 طيبين. انا قدمتهم بطريقة مميزة مثل ما شفتوا باول الفيديو، هيك حبيت اني اتفنن بطريقة التقديم. اكيد اكيد هيدا الكيك فيكم تقدموه مثل ما هو هيك بهالطريقة، بيطلع رائع جدا، بس اذا بتحبوا تتفننوا فيكم تعملوا مثل ما انا عملت. وبالاخير بحب لكم ما تنسوا تعملوا لي لايك وتدعموني وتعملوا سبسكرايب لقناتي، واكتبوا لي تحت بالكومنت اذا عجبتكم هيدي الوصفة وشو عبالكم حضر لكم بعد وصفات ونزلكم اياها قريبا على اليوتيوب، وما تنسوا تتابعوني على صفحتي على الانستغرام وعلى التيك توك كمان. وبالاخير كمان بحب لكم صحتين والف هنا، وان شاء الله يا رب تكونوا حبيتوا هيدي الوصفة.